في إطار الاستراتيجية الوطنية لإيجاد بدائل لتوفير موارد مائية جديدة، وضعت مصالح الري بولاية تسمسيلت مشروع تقوية مياه سد كدية الرصفة حيز الخدمة من خلال جر المياه على مسافة 9 كيلومترات انطلاقاً من البئر الحموي لبلدية سيدي سليمان، مشروع استعجالي هام رصدت له الدولة مبلغ 20 مليار سنتيم. في إطار ضمان الأمن المائي لبعض البلديات ولاية تسمسيلت، قمنا اليوم بوضع حيز الخدمة مشروع ربط بئر العميقة سيد سليمان بسد كدية الرصفة، وهذا عند ضمان منسوب معتبر في السد، وكذلك ضمان توزيع مستمر للساكنة 8 بلديات للولاية. تم وضع حيز الخدمة لهذا المشروع الذي تم إنجازه في ظرف وجيز لا يتعدى 19 يوم تنفيذا لتعليمات السيد الوالي، حيث استفدنا ب 8600 متر مكعب يوميا، وهذا كذلك من أجل المحافظة على منسوب سد كدية الرصفة. تقوية مياه السد ستسمح بإنتاج 8600 متر مكعب من المياه الصالحة للشرب يوميا لفائدة 8 بلديات، الأمر الذي لاقى ارتياحا كبيرا لدى الساكنة في ظل نقص تساقط الأمطار. كثر خير الدولة رادت لنا هذا المهنة تاع حمام سيدي سليمان، راه جابتونا لهنا يا باش يزيد في البراج، البراج راه نقص شويه. المشروع هذا ان شاء الله ناجح، هو يجي الماء قبلك اخويا، راه يسيل الماء خيرك يا ربي. كنا راح نتوحوا في ازمه تاع ماكم، مش الاخر الولي قام بهذا المشروع في اقرب وقت. المشروع الذي استلم في اجاله المحدده للحد من جفاف السد يعد مكسبا للولايه في سبيل تحقيق الاستقلاليه والامن المائي في المنطقه وتحسين عمليه التموين بالمياه الصالحه للشرب.